إخوان، هذا موضوع يجب علينا جميعا أن نتمسك به، بل ونشد عليه في عاداتنا ونلقنه للأجيال. وهذا الموضوع طالما حتى أنا عليه ديننا حنيف، وقال إن من أسمى وأعلى المراتب التي تقرب الإنسان إلى ربه هي ويتصف بها، بل واجب عليه أن يتصف بها، ألا وهي صفة التواضع. التواضع يا إخوان هو تحمل النفس بالخضوع ومنعها عن الترفع على الناس والاستخفاف بهم، حملها على احترامهم مهما اختلفت درجاتهم وتباينت مشاربهم، وعدم الكبر على أحد سواء في ذلك الوضيع، الرفيع والصغير والكبير، ليحافظ على منزلته في النفوس ويأخذ مكانته في القلوب، وهي من أرفع وأسمى وأجل خصال المحمودة، فهي تدعو إلى التوادد والتعاون، وتدل على طهارة النفس سلامة الذوق. فكما رفع التواضع أقواما فكانوا هم الآلة، فازوا برضا ربهم والفضل العظيم، وكما كم خفض الكبر آخرين فحل عليهم غضب الرحمن وباءوا بالخسران المبين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغى بعضكم ولا يبغي بعضكم على بعض. وروي عن قيس بن حازم أن رجلا أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته رعدة، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. لذلك إخوان، أوصيكم ونفسي بتجنب الكبر وعدم التفاخر والتعالي على بني جلدتكم، فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله تعالى لملائكته: اكتبوا عبدي هذا في جبارين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمي العباس: أنهاك عن الشكر عن الشرك عفوا أنهاك عن الشرك أنهاك عن الشرك والكبر، فإن الله يحتجب منهما. وقال سعد بن أبي وقاص لابنه وهو يعظه ويؤدبه ويوصيه: يا بني إياك والكبر، وليكن ما تستعين به على تركه علمك بالذي منه كنت والذي إليه تصير. فمن أضر عيب نفسه فقد زكاها. فإذا قطع أسباب الكبر حسم مواد العجب، اعتاض بالكبرياء تواضعا وبالعجب توددا، وذلك من الكبر حسم مواد العجب، وذلك من أوكد أسباب الكرامة. وأقوى موارد النعم
وأبلغ الشفعاء إلى القلوب، يعطفها إلى المحبة ويثنى عن البغض. وقال أحد العلماء: أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه، وأبغض الناس ذو عسر يخطر في رداء كبار. وقيل: التواضع من أخلاق الكرام، والكبر من أخلاق اللئام. وقيل: تاج المرء التواضع. قال الشارع وقال الشاعر: وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين واضع. تواضع تكن كالنجم لا عن ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو واضع. لذلك يا إخوان، أوصيكم بهذه الخصلة، فهي من أرفع الخصل والصفات التي يجب على الأمر أن يتمسك بها، بل ويربي أبناءه وعشيرته عليها، لأنها صفة وخصل الأنبياء والأولياء. وإلى موضوع آخر بحول الله.